ينهمك المسيحيون في العراق في تنظيف الكنائس وتلاوة الترانيم والاستعداد لقداس كبير قبل أول زيارة يقوم بها بابا الفاتيكان إلى العراق على الإطلاق. وستمضي الرحلة التي تستغرق 4 أيام رغم جائحة كورونا والمخاطر الأمنية. ورحب كثيرون ممن ظلوا في العراق أو عادوا إليه عندما أصبحت حرية العبادة ممكنة مرة أخرى بزيارة البابا فرانسيس، كما رحب عددا من المسؤولين ورجال الدين بهذه الزيارة المهمة في تاريخ العراق. غرد رئيس الجمهورية إبراهيم صالح بشأن زيارة البابا فرانسيس إلى العراق فيما عدها رسالة بليغة لدعم العراقيين. وقال رئيس الجمهورية في تغريدة له على منصة تويتر إن قداسة البابا فرانسيس الأول سيقوم بزيارة العراق، وأن هذه الزيارة التاريخية لقداسة البابا إلى أرض الرسل والأولياء وموطن سيدنا إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء ستكون رسالة بليغة لدعم العراقيين بمختلف أطيافهم، وأن الزيارة تؤكد وحدة الإنسانية في التطلع إلى السلام والتسامح ومجابهة التطرف. فيما أبدى رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني ترحيبه بالزيارة المقررة لبابا الفاتيكان إلى إقليم كردستان والعراق، وقال في تغريدة على حسابه في تويتر: أتطلع إلى زيارة قداسة البابا فرانسيس المقررة إلى إقليم كردستان والعراق في آذار. وخلال زيارتي الأولى للفاتيكان في فبراير من شباط حدثته عن كردستان وقيمنا في السلام والتسامح، وأمل أن يتمكن قداسته من رؤية ذلك شخصيا. فيما رحب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بزيارة البابا فرانسيس إلى العراق، وقال الصدر في تغريدة له على منصة التواصل تويتر: وصلني أن هناك بعض المعارضين لزيارة البابا إلى العراق، متابعا إن الانفتاح على الأديان أمر مستحسن وزيارته للعراق مرحبا بها وقلوبنا قبل أبوابنا مفتوحة له. مسؤول كنائس الموصل الأب رائد عادل صرح لوسائل الإعلام إن المئات من رجال الدين من المسلمين والإيزيديين والشبكة والصابئة وغيرهم، وكذلك وجهاء المجتمع وشيوخ العشائر يتواصلون معه يوميا لأجل تنظيم استقبال كبير للبابا، وأن هذه الاتصالات والتواصل تعكس الوجه الحضاري لمدينة الموصل، وأن صفحة الإرهاب والتطرف التي حاول داعش من خلالها طمس هوية المدينة قد طويت. فيما صرح إمام جامع النبي يونس أحد أبرز المعالم الدينية في الموصل إن المسلمين يتفاعلون مع الزيارة ويرحبون بهذه الخطوة الشجاعة من أكبر شخصية دينية مسيحية في العالم لزيارة محافظة نينوى والمنكوبة، ونأمل أن تكون الزيارة خطوة لإنهاء حالة الاحتقان الديني وإزالة المخاوف الموجودة لدى أغلب عوائل المسيحية والتي تمنعهم من العودة لمناطقهم ومنازلهم في الموصلات.